بعثة ألعاب القوى عادت مظفرة بحصة الأسد من مشاركتها فرانكوفونيا، فمن بين 23 ميدالية حصدها المغرب نال أبناء أم الرياضات 15 ميدالية موزعة بين 5 ذهبيات 6 فضيات و4 نحاسيات. المستوى كان شوية مزيان، كان شوية صعيب على بالنسبة للألعاب الجو ميديتراني اللي كانت في تركيا، والحمد لله قدرنا نتفوق ونجيب ميدالية ذهبية، ونتمنى إن شاء الله في الألعاب الإسلامية نحفز المغرب شي ميدالية أخرى إن شاء الله. هو مستوى جد عادي، ولكن بالنسبة للبطولات تكون صعبة، أن الكورس ديما تكون تاكتيك تقريبا تقدروا يكونوا رابيد. رغم تراجع نتائج ألعاب القوى مقارنة بدورة بيروت 2009، فالإدارة التقنية الوطنية مرتاحة لهذه المحصلة التي وضعت المغرب في المركز الرابع. كاين الرضا ديال الحصيله طبعا، اللهم فيما يخص بعض المسابقات اللي كنا كننتظروا نجيبوا فيهم مثلا ميداليه ذهبيه، جبنا فيهم ميداليه نحاسيه مثلا في 800 متر مثلا سيدات. انا باقي كنذكر بانه 800 متر من المفروض كنا نجيبوا ميداليه ذهبيه عن طريق العداء امريكا العقاوي، لانه مره ثانيه ما طبقتش التعليمات اللي كتعطاها من طرف المدربين. صحيح أن قيمة الحدث في بورصة التظاهرات العالمية لا توازي تطلعات الجماهير المغربية، لكن بالمقابل شكل محطة لبروز العديد من العدائين الشباب.